بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي أعزائنا الأفاضل من خلال قناتكم هذه، قناة كل مهتم عن المحتوى الهادف وعن التكوين المعرفي. فقناتكم هذه أصبحت بإذن الله وبفضل دعمكم قبلة لكل باحث عن التحصيل العلمي وعن التكوين الذاتي، وبتشجيعكم نحن دائما في بحث مستمر حتى نقدم لكم محتوى يكون عند مستوى تطلعاتكم. فالمرجو دعمنا بالضغط على زر لايك وزر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، ومشاركة فيديوهاتنا حتى تعم الاستفادة. إذن درس اليوم سيكون تكملة للدورة التكوينية الخاصة ببروغراماسيون إكسل فيبيا، وسيكون موضوعه كيفية عمل قوائم منسدلة ديناميكية مترابطة فيما بينها باستعمال اليوزر فورم عن طريق أداة الكومبو بوكس. فالمرجو تتبع جميع مراحل الفيديو للنهاية، فكل مراحله مهمة جدا. إذن على بركة الله سوف نمثل معطيات الجدول الذي يظهر أمامكم في قوائم الكومبو بوكس. نعمل قراءة سريعة لهذا الجدول. كما ترون يتكون من ثلاث أعمدة. في العمود الأول نجد بعض ماركات الحواسب، وكما تلاحظون هذه الماركات مكررة HP, Dell, Asus, Lenovo. في العمود الثاني نجد أسماء موديلات هذه الماركات، وهي كما تلاحظون كذلك مكررة EliteBook, EliteBook, Compaq, Latitude. وفي العمود الثالث نجد نوع البروسيسور الخاص بكل حاسوب، وهذا العمود ليس به تكرار. إذن نفتح محرر الأكواد Developer Visual Basic Visual Basic Insertion User Form. نغير من حجمه، وبمجرد ظهور User Form تظهر صندوق الأدوات Enregistré. نغير من الخصائص، هذا Name هو كما قلت دائما هو الاسم الذي يمكن التعامل به مع الأكواد، يمكن تغييره أو يمكن تركه كما نشاء. Back Color نختار مثلا هنا في Palette هذا اللون. Caption نكتب مثلا نو بيسي ريان كوم، وهو ما يظهر هنا في الأعلى. ثم نبدأ في إضافة الأدوات. نستعمل لابل الأولى، نعطيها باك كولر اللون الأزرق مثلا، ونسميها نو بيسي ريان كوم. هنا في الفونت نعطيها مثلا غا، ثم 24، ثم اوكي. هنا في التكست الاين نختار سنتر، ثم انريجستري. نضيف لابل خاص بعنوان مارك بي سي. هنا في الكابشن او في الباك كولر نختار اللون الاصفر. الكابشن نكتب مارك بي سي. الفونت نختار جرا، ثم 18، ثم اوكي. ثم نختار اداة اخرى وهي الكومبو بوكس، والتي تحتوي على السهم قائمة المنسدلة. الكومبو بوكس يقابلها في الاكسل لا ليست دي غولوند او القائمة المنسدلة. هنا نختار فونت كذلك غا 18، اوكي. نختار الاثنين معا، كليك دغوا يونيفورميزي لا تاي لا هوتور، كليك دغوا اليني اون با. نختار الاثنين كذلك، ثم كنترول نضغط على كنترول في لوحة المفاتيح ونسحب الى اسفل كوبي كولي كوبي كولي. هنا نغير الكابشن الى موديل، وهنا بروسيسور، ثم انريجستري. وهذا هو شكل الفورم. نعمل اكزيكوتي لكي نرى شكله. هذا هو الشكل النهائي للفورم. الان نريد ان نعمل بوتون على ورقة الفوي لاجل ان نتمكن من فتح الفورم من خلاله. نرجع الى اكسل، ثم انسيري، ثم الستراسيون، ثم فورم، ونختار مثلا هذا الشكل. كليك دغوا موديفي لو تكست، ونكتب افيشي فورم. في انجلي اكوي نختار مثلا غا، ثم نختار مثلا 36. ثم نرجع لليديتور دو كوموند،
ونضغط على this workbook لعمل كود. نكتب sub نسمي la procedure مثلا afficher entrée ونكتب user form. نضغط على control espace فتظهر القائمة ونختار user form 1 ثم point show enregistré. نضغط بالزر الايمن للفأرة على البوتون ونختار افيكتي الماكرون. نختار هذا الماكرون الذي عملناه ثم اوكي. نجرب نضغط عليه يظهر الفورم. الكومبو بوكس لحد الان فارغة. الان نريد ملأها. قبل هذا كما قلت هنا في العمود الخاص بلا مارك بي سي هناك انواع متكررة. لاجل ذلك نعمل كوبي لكل هذا العمود بدون العنوان كوبي. نأتي الى الورقة 2 كولي هنا كولي. نأتي الى انجلي دوني ثم نضغط على سوبريمي لي دوبلون. نختار الكولون بي ثم اوكي وهو اعطانا الماركات بدون تكرار. نضغط على انريجستري. الان نقوم بتهيئه او انيسياليزي لو كومبو بوكس 1. نرجع الى الكود ديفلوبر فيزيوال بازيك. نضغط ضغطتين على اليوزر فورم تظهر هذه الكتابه. هنا نختار في القائمه على اليمين على انيسيالايز. نمسح الاجراء الاول ونكتب هنا لتهيئه الكومبو بوكس 1 ديم دال ديرنيغ لين از لانغ يعني اخر صف به معلومات في العمود بي من الورقه 2 الخاص بالماركات غير المكرره. نرجع الى السطر ونعرف دال او دال ايتيغال في 2 كما هي مكتوبه هنا في الاسفل بوان رينج بي مثلا 2000 بوان اند اكس ال اب نغلق القوس بوان راو يعني اننا عرفنا المتغير دال بحيث نبدا من اقصى خليه في اسفل العمود بي في الورقه 2 مثلا الخليه بي 2000 ويمكن ان نكتب اكثر من 2000 20000 او اكثر المهم ان يكون رقم كبير ثم نصعد من هذه الخليه بي 2000 الى فوق وهذا سترجمه الداله اند اكس ال اب الى ان نجد خليه مملوءه بها معلومات ثم نكتب عفوا هنا دبل كوت هنا ثم نكتب m1 point combo box 1 point list est égal feuille 2 point range double quote b2 2 point b double quote espace and espace dl ثم نغلق القوس ثم point value بمعنى محتوى الكومبو بوكس 1 سيكون عبارة عن ليست أي قائمة تبتدئ من الخلية باثنان في الورقة 2 وينتهي أي المحتوى في آخر خلية بها معلومات والتي يعبر عنها المتغير DL. دائما انريجستري اكزيكوتي. نضغط على الكومبو بوكس كما تلاحظون ظهر جميع لماركونا HP DL إلى غيرها من الماركات الموجودة عندنا وكما تلاحظون هنا من غير تكرار. نريد الآن العمل على الكومبو بوكس 2 بحيث عند اختيار ماركة معينة في الكومبو بوكس 1 تظهر قائمة في الكومبو بوكس 2 بأسماء جميع الموديلات الخاصة بهذه الماركة. أسماء الموديلات كما تلاحظون هنا موجودة في العمود C من الورقة 1. نذهب لمحرر الأكواد نضغط على كومبو بوكس 1 ونكتب هنا هنا في الإجراء على اليمين نختار After Update. هيا نحذف هذا الإجراء ونكتب هنا ديم R virgule I as long. R هو آخر خلية مملوءة في العمود B من الورقة 1. نعرفه R تقال feuille 1 point range double quote B 2000 أو يمكن أن نختار أكثر من 2000. نغلق القوس point end XL up نغلق القوس ثم point
رو. هنا نستعمل التكرارية أو الحلقة التكرارية فور، قد رأينا كل هذا في دروس سابقة، يمكنكم الرجوع لمشاهدتها. فور إي إتيغال تخوا، لأن المعلومات تبتدئ من الصف الثالث تو إر إلى آخر صف به معلومات إر. هنا كذلك نستعمل الدالة إف، إف فوي أن بوان سيلز إي فيرغول بي point value est égal m1.combobox 1.value. بمعنى إذا كان محتوى الخلية ذات السطر A المتغير والعمود B من الورقة واحد يساوي القيمة التي أدخلناها في الكومبو بوكس 1، إذن then m1.combobox 2 الآن كومبو بوكس 2.add item espace feuille 1 point sales i virgule الان العمود c point value ثم end f ثم next enregistrer. هذه كتابة تعني إذا تحقق الشرط الموجود في الدالة F فأضف في محتوى الكومبو بوكس 2 قائمة، حيث تكون هذه القائمة عبارة عن محتوى كل الخلايا ذات السطر E والعمود C والتي تقابل نفس القيمة الموجودة في الخلايا ذات السطر E والعمود B. يعني إذا كانت القيمة المختارة في الكومبو بوكس 1 هي الماركة HP الموجودة في العمود B من الورقة 1، فأعطينا في الكومبو بوكس 2 كل الموديلات الخاصة بهذه الماركة الموجودة في العمود C من الورقة 1 المقابلة لهذه الماركة. أي إذا كانت HP أعطينا Elite Book مقابلة لها، كومباك المقابلة لها، إليت بوك المقابلة لها، وكذلك إليت بوك المقابلة لها، ونفس الشيء بالنسبة لدل. انرجستري ثم اكزيكوتي ران، نكتب هنا مثلا HP ثم جميع الماركات ظهرت هنا ولكنها مكررة ونحن نريد أن تبقى غير مكررة. نختار مثلا إليت بوك ثم نعيد اختيار دل، ثم كما تلاحظون إليت بوك كومباكت أعطتنا الموديلات الخاصة بـ HP الأولى التي اخترناها في الأول، وأعطتنا الموديلات الخاصة بإليت بوك، وهذا خطأ أو غير منطقي. نفس الشيء إذا اخترنا أسيوس يعطينا الماركة الخاصة بـ HP التي اخترناها في الأول والدل التي اخترناها في الثاني وأسيوس التي اخترناها في الثالث. إذن معالجة هذا المشكل نزول التكرار ونحذف القائمة السابقة. نرجع للكود، نضغط على كومبو بوكس 1 داتتين، هنا ما بين R و فور نكتب m1.combobox 2.clear. نجرب اكزيكوتي، اذا HP هنا لا زالت الموديلات مكررة. نعيد اختيار دل مثلا ثم الموديل، هنا مساحة الموديلات الخاصة بـ HP الأول، إذن هذا صحيح. كذلك أسيوس حذف الدل وترك فقط الموديلات الخاصة بأسيوس. الآن نحذف التكرارات، نرجع للكود ونكتب هنا، نضغط على كومبو بوكس 1 نكتب هنا بعد then دالة شرطية أخرى if application، نضغط على control space نختار application ثم point work sheet function ثم point count f. وقد رأينا الدالة count f في دروس سابقة من خلال هذه القناة، يمكنكم الرجوع لمشاهدتها، وهي يقابلها بالفرنسية nb.c. نفتح القوس، تتكون count f من إحداثيتين. الإحداثية الأولى هو المجال الذي نبحث فيه على الشرط، هو في point range C 3 لأن المعلومة تبدأ من الصف 3 هنا، 2.C ثم AND ثم E المتغير E. نغلق القوس الخاص بالرانج. الإحداثية الثانية للدالة COUNT F هي شرط في 1.SALES E فيرغول C
نغلق القوس الخاص بالدالة سيلز، ثم القوس الخاص بالدالة count if تساوي واحد. then يعني إذا كانت القيمة غير مكررة نطبق هذا الشرط، ثم نغلق الدالة if الثانية and if enregistrer et exécuter our run HP. وكما تلاحظون التكرار لم يعد، it's book compact. بالنسبة لأسيوس كذلك التكرار لم يبقى، زينبوك فيفو بوك. إذن حصلنا على نتائج جيدة وجد ممتازة. الآن نمر للو كومبو بوكس 3. نرجع لديتور دو كوموند، نضغط ضغطتين على كومبو بوكس 2، نأتي إلى هنا ونختار مثل ما فعلنا في السابق افتر أبديت، ونحذف هذا البروسيدور. نكتب هنا ديم اس فيرغول جي از لانج، ونعرف اس تساوي فوي ان بوان رانج، هنا العمود سي 2000 بوان اند بوان راو، يعني آخر خلية مملوءة في العمود سي، ونبدأ من أقصى أسفل الخلية في هذا العمود مثلا 2000 أو أكثر، ونصعد بالدالة end xl up إلى غاية أن نجد خلية مملوءة، ثم نكتب for g is equal to 3 لأن المعلومة تبدأ من الصف الثالثة to s. نغلق الدالة for b next، ونكتب بينهما الدالة الشرطية if فوي 1.sales g فيرغول العمود سي بوان فاليو ات ايغال ام او بوان كومبو بوكس 2، يعني سنأخذ المعلومات من الكومبو بوكس 2 بوان فاليو. then يعني إذا كان محتوى الخلية ذات السطر G والعمود C يساوي القيمة التي اخترناها في الكومبو بوكس 2، إذن ماذا يفعل؟ ME.ComboBox3، الآن نملئ الكومبو بوكس 3.AddItem Espace1.SalesG العمود D، لأننا سنأخذ محتوى كومبو بوكس 3 من العمود D لي بروسيسور بوان فاليو، ثم اند اف انريجستري، يعني إذا تحقق هذا الشرط الموجود في الدالة اف فأضف في محتوى الكومبو بوكس 3 الذي هو القائمة التي تضم الخلايا ذات السطر G والعمود D، بحيث تكون هذه القيم مقابلة لقيم الخلايا في العمود C. Exécuter our run. نجرب HP. نجرب EliteBook. وهما أعطانا البروسيسور. نختار أي واحدة منها. كذلك نختار Dell. ثم لو موديل Latitude. وكذلك هنا لم يحذف الخلايا أو المعلومات الخاصة بالقيمة السابقة، لذلك سوف نغير الكود. إذن لحذف القيم السابقة نرجع للكود، ثم كومبو بوكس 2، وبعد S نختار ME.ComboBox3.Clear Enregistré ثم Exécuté HP يعطينا لي موديل EliteBook مثلا، ثم لي بروسيسور الخاصة به نختار مثلا هذا، ثم نرجع إلى Dell انسبيرون اعطانا i5 7ام جينيراسيون ديل، اذا يحذف المحتويات السابقه ويعطينا القيمه الخاصه بها ديل، هنا ديل انسبيرون i5 7ام جينيراسيون. اذا اخترنا مثلا اسوس لي موديل مثلا زينبوك لي بروسيسور، كما تلاحظون هنا اسوس زينبوك
اي 5 3 جينيراسيون واي 6 4 جينيراسيون، وهذه نتائج جد جيده بحيث دائما يحذف المحتوى السابق في الكومبو بوكس 3. نضيف مثلا حاسوب جديد لنرى هل سيتم اضافته في المعطيات. نرجع هنا نضيف مثلا اسر سويفت اي 6 4 جينيراسيون، اذا لابد ان نضيفه هنا في في 2. ثم نرجع للفورم، ها هو اضيف هنا تلقائيا. الموديل الخاص به هو سويفت و بروسيسور اي 6 4 جينيراسيون، اذا هذه نتائج جد ممتازه. الان نضيف ماركه ولكن موجوده من قبل، نكتب هنا مثلا ديل كما هي مكتوبه سابقا، ثم الموديل اكس بي اس بروسيسور اي 6 8 جينيراسيون. هنا ديل موجوده سابقا، اذا لا داعي ان نضيفها هنا. نضغط على الفورم ديل، اذا الموديل الجديد هو اكس بي اس، نختاره. ثم في الكومبو بوكس 3 اي 6 8 جينيراسيون كما هو موضح هنا. اذا حصلنا على نتائج جد ممتازه وتمكنا من عمل قوائم مترابطه فيما بينها وديناميكيه. اذا بهذا نكون قد اتينا الى نهايه الدرس، اتمنى ان ينال اعجابكم، فلا تنسونا مشكورين من الدعم بالضغط على زر لايك وزر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد ومشاركه فيديوهاتنا حتى تعم الاستفاده، والى فيديو قادم باذن الله. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.